رد ميكس على ضحى، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو مع غيت مروان وسارة الورع، فسارة اليوم طلعت بستوري وضحت سبب اختفائها وليش هي ما صورت ولا ستوري اليوم، وكشفت سارة انه صار التهاب ببشرتها. اللي حتفلتر وانا ما رح اسمع كلامه. لا يعني جنت متضايقة يا جماعة، ما بعرف انا خلص شكلي مو طايقته مشان هيك ما صورت شي اليوم. بس حدا بده شو اسمه مثل الفيلم جوكر الجديد. نمر الى حماده وكريم، اخوان برهوم مع الراوي اللي نشر مؤخرا فيديو على قناتهم، عبروا عن استيائهم من فيديو سياماند الشهد الاخير، وعلقوا على الفيديو انه الشهد كانت غيران على سياماند من البنات في الفيديو. نمر الى دوحة ميكس، فدوحة امبارح صعدت لايف مع ناصر، كانوا عم يحكوا عن المهر، ولايف دوحة صار ترند على مواقع السوشيال ميديا، وطلع ميكس على صفحته بالانستغرام بستوري علق عليه بي: لا تفكروا انا انسان ضعيف، انا لليوم بعدني محترم كل شيء، اقسم بالله يا جماعه اعوذ بالله من القهر، والمقهور اذا انفجر، وطلع كل شيء بقلبه، مصيبه بس، انا والله بعدني صاين الخبز والملح، والايام راح تثبت لكم انه ميكس مش زي ما بتشوفوا بالترندات التيك توك.